مرحبا مشاهدي الكرام، خوت في هذا الفيديو غادي نشارك معكم جوج الاخبار. الخبر الاول هو التوضيح اللي قامت به اليوم السيدة سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا حول الحدود الجمركية ما بين المغرب وصوب التمنية، واكدت هذه هي الاسباب علاش مازال ما تحلاتش وامتى ممكن انها تحل هذه الحدود الجمركية واخيرا مع المدينتين. توضيح مهم الخوت كذلك بعد ما رجال الاعمال الاسبان ديال المدينتين قاموا بمراسلة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وقالوا له ضغط على المغرب باش انه يفتح معنا الحدود في اقرب وقت لان المدينتين محاصرتان اقتصاديا. فغادي نوضح لكم الخوت بالتفاصيل سفيرة المملكة المغربية اشنو قالت وكذلك شنو ردت على الاحزاب اللي كتقول بان المغرب ما باغيش يفتح الحدود وباغي يخلي الحدود مغلقة الى يعني الى الابد. السيدة السفيرة وضحت كل شيء بالتفاصيل، غادي نحاول الخوت نبارطاجيه معكم. كذلك الخوت الخبر الثاني هو اللجنة اللي هو خبر مفرح حقيقه، اللجنه المكلفه بالربط القاري اللي غادي يربطوا ما بين المغرب واسبانيا بالنفق تحت البحر، يؤكدان بان هذا النفق هذا ما غاديش يربط فقط الخزيرات وطنجة، بل غادي يربط من مدريد حتى الدار البيضاء. غادي نوضح لكم التفاصيل اللي اول مره هذه اللجنه شبه رسميه عطات معلومات لاول مره الخوت ساشاركها معكم، فما تبخلوش علينا باللايكات والبارطاج الله يجزيكم بخير باش توصل المعلومه الى الجميع. راه دائما اوضح لكم بان اللايكات ديالكم راه فقط لتشجيع المحتوى ديالنا، وعدد كبير كيتفرجوا في القناه وما مشتركينش. حلو الخوت اشتركوا فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. الخوت نبداو على بركه الله بالخبر الاول. كما كتعرفوا بان المغرب يعني دار خارطة الطريق ولا في اجتماع رفيع المستوى مع إسبانيا تعهد بأنه سيقوم يعني بفتح حدود جمركية مع المدينتين ديال سبتة ومليلية. دازت عامين من 2022 إلى يومنا هذا، حنا الآن في 2024 مازال الحدود الجمركية ما تحلاتش، ولكن هنا داخل إسبانيا جميع الأحزاب المعارضة كتضغط على بيدرو سانشيز وكتقول ليه المغرب ما غاديش يحل معك الحدود، المدينتين مخنوقة إلى آخره. المغرب من جهته كيأكد أنه باغي يفتحها غير الأمور يعني اللي غادي نوضحوها، لكن سانشيز تخنق لأن كل شيء كيضغط عليه وكيقولوا ليه المغرب ما بغاش يفتح معك. لذلك اليوم السيدة سفيرة المملكة المغربية وضحت للرأي العام الإسباني بالتفاصيل. كما نشوفوا الخوت سفيرة المغرب في إسبانيا تؤكد التزام الرباط بكل بنود خارطة الطريق مع مدريد، وأن مشاكل فنية وتقنية هي ما تمنع فتح جمارك تجارية مع السبتة ومنيليا. سيدي السفيرة وضحات قالت لي احنا غادي نوفوا بالاتفاقيه اللي درنا معكم في 2022 ديال الحدود الجمركيه. شنو هي الاسباب علاش ما تبغاتش تحل الحدود؟ غادي نوضحوا. كذلك قال لك عاد المغرب اللي بعث اشارات طمانينه لنظرائه الاسبان، كيطمن الاسبان كيقول لهم راني صديق ديالكم، راه غادي نوفي بكل التعهدات اللي حطيناها في خريطه الطريق، خليو عليكم المغردين اللي كيقول لك لا المغرب غير كيكذب، المغرب راه ما يفتحش. لا، السيده اليوم السيده السفيره وضحات قالت لي من المغرب عند كلمته، دار معكم بان غادي يفتح معكم الحدود الجمركيه في المدينتين، غادي نفتحوها. شنو هي الاسباب علاش متاخره؟ لان كل شيء ومن 2022 علاش لدابا كل شيء كيسول هنا في اسبانيا وكيضغطوا مسكين على بيدرو سانشيز وعلى وزير الخارجيه الباريس. اليوم السيده السفيره وضحات كما كنشوفوا الخوت لا توفر جهدا للضغط على حكومه سانشيز واستعمال هذا الوضع كورقه ضغط سياسيه. سانشيز مسكين راه فين ما كتلاقاو معاه ما بغاوش يفتحوا معك الحدود في البرلمان، جميع البرلمانيين ديال الاحزاب المعارضه كتضغط على سانشيز. فهذه المره قال لك جاء الجواب على لسان سفيره المغرب في مدريد كريمه بن عيش التي اكدت في تصريحات لصحيفه البيريوديكو دي اسبانيا بان الجمارك البريه الحدوديه ستفتح. قالت لي ما تخليكم من هذا كيقول الاخر كيقول. المملكه المغربيه غادي توفي بالعهد ديالها اللي وعدت في خريطه الطريق في الاجتماع رفيع المستوى مع اسبانيا، هو ان الحدود الجمركيه غادي نفتحوها، سبتة ومليلية هذيك الحدود ديالهم غادي تفتح الجمركية. كذلك قالت ستفتح بعد تجاوز المشاكل الفنية. قالت حنا ماشي رحنا كرساد ديال السياسيين ولا كنبتزو في اسبانيا ولا هذا، لا، حسب ما كيقولوا شي وحدين. لا، راه الحدود عندنا اعطاب تقنية وفنية مازال ما صلحهاش الجانب المغربي. اسبانيا اللي واجدة مزيان صلحت الامور ديالها وصيبت امرها، لكن المغرب خصو يصيب جميع الامور التقنية ديالو. المغرب ما باغيش يولي ذاك الامر ديال ذاك العيالات اللي كيهزوا الثقول وتم خارجين. المغرب الان عنده كأس العالم 2030 ما خصش ذاك الصور تعاود.
مغربي اللي فتح الحدود الجمركيه خصو يفتحها بطريقه مؤمنه، يستافدوا منها الناس والتجار يخرجوا السلعه تدخل، لكن بطريقه تكفي كرامه المراه المغربيه والانسان المغربي. مشي لك الصور اللي كنا كنشوفوا ديال النساء هزي الاطنان وكيدافعوا الى اخره في الديوانه ديال السبته. كما كنشوفوا الخوف بان الجمارك البريه الحدوديه ستفتح بعد تجاوز المساكن الفنيه التي اخرت وفاء المغرب بتعهده. قالت لي راه المشكل الفني هو اللي اخرنا، اما المغرب راه دائما كيوفي بالعهود ديالو. بتعهده فتح الجمارك التجاريه في كل من سبته ومليليه، وعلى الرغم من ان الدبلوماسيه المغربيه لم تحدد بالضبط موعد فتح هذه الجمارك التي يراهن عليها رجال الاعمال في المدينتين المحتلتين لتحريك عجله الاقتصاد الراكد، الا انها ابدت اصرارا واضحا بانها ستفتح في نهايه المطاف. قالت لهم في الاخر غادي تفتح، يعني يعني المغرب غادي يوفي بالعهد ديالو، غادي تفتح الحدود الجمركيه. هذا هو الخلاصه ديال السيده السفيره. نزيد اخوتي نكمل لكم، الا انها ابدت اصرارا واضحا على فتح في نهايه المطاف عندما تتمكن الرباط من حلحله المشاكل التقنيه التي تشوش على تنفيذ الاتفاق المبرم قبل سنتين مع إسبانيا تنزيلا لخارطة الطريق موقعة بالمملكة، وبالتالي فإن تدشين المكتبين الجمركيين سيتحقق لا محال. قالت لي راه غادي وقع هادشي، يعني الحدود الجمركية غادي تحل لا محال، يعني كتأكد لهم. وأشارت سفيرة المغرب بأن حركة البضائع التي أدت إلى ظهور رقم الحاملين والتهريب المعيشي اختفت مع أزمة العلاقات بين البلدين، وهو ما يضع المملكتين أمام مسؤولية واضحة لتجنب هذا الموقف الذي عفى عنه الزمن. وبالتالي سيكون من الضرورة أن تسهر على القيام بالأمور بأفضل طريقة ممكنة لتنفيذ وتنزيل هذا القرار. شوف خوت، هذا هو الكلام ديال السيدة السفيرة. اش قالت لهم؟ كما وضحت لكم في الأول، قالت لهم داكشي ديال التهريب المعيشي ودوك الصوار عفى عليه الزمن، ما بقاش المغرب باغي يشوفها، المغرب بقاش باغي يشوف دوك المواطنين هازين داك الثقل وغاديين كيدافعوا، عفى عليه الزمن. وداكشي علاش المغرب ما باغيش الان يتسرع ويفتح الحدود الجمركيه دغيا، لا كيخاف انه يكون شي عطب تقني مازال عنده، يعني كما اكد المغرب راه مازال عنده عطب تقنيه، ونشوفوا بحال داك الصوار اللي غادي يضرب صوره المغرب. والان المغرب عنده كاس العالم 2030، ما يمكنش نرجعوا لهاد الصور، صافي عفى عليها الزمن، داز فواحد الوقيته في ظروف الى اخره، الان لا تغيرات الظروف تغير كل شيء. لذلك سيدي السفيره قالت هذا الامر هذا عفى عليه الزمن، لذلك خص المغرب واسبانيا يصيبوا هذه الحدود الجمركيه بطريقه متقنه باش هاد الصور هذه ما ترجعش، باش هذا الامر هذا ما يرجعش. هذا هو الخط اللي وضحات. وكذلك اكدوا يعني المسؤولين ان التجارب التقنيه من طرف المغرب غادي تدار في هذه الاسابيع المقبله، وحتى ان بعض المصادر غير يعني ما بغاوش يكشفوا على الاسم ديالهم للجرائد الإسبانية، قالوا بأن الحدود الجمركية ممكن أنها تكون مفتوحة قبل من الأخر ديال هاد السنة هذه، يعني الحدود ممكن تحل في الصيف إلا بغى الله، إلا المغرب فعلا قد الأمور ديالو التقنية والفنية وما بقى كيعاني حتى شي مشكل. ندوزو الخبر الثاني اللي تو بغيت نشاركو معكم، خلونا الآراء ديالكم في هذا الموضوع. ندوزو راه كنعرف بزاف ديال الناس كيسولوني الحدود ديال سبته ومليلية، بزاف الناس ديال الشمال وكذا. راه هادي الخوت الان السيده السفيره راه وضحت الامر، يعني في الاسابيع المقبله غادي تكون بعد التجارب وموراها الا فعلا صلحوا جميع الامور التقنيه والاعطاب التقنيه اللي عندهم في الحدود الجمركيه ما بين المدينتين والمغرب، راه غادي تحل الحدود. المغرب قال لك غادي يحلها، غادي يحلها، غادي يوفي بديك الامور، غادي يوفي بالتعهدات ديالو. ندوزو الخوت الخبر الثاني اللي هو مفرح. قال لك الخوت جرائد الاسبانيه كتاكد عند اللجان المكلفه بالنفق البحري اللي غادي يربط المغرب واسبانيا، كياكدوا بان سيربط نفق المضيق بين مدريد والدار البيضاء بمحطه في الجزيره الخضراء وطنجه. ما بقاش انهم غادي يعتمدوا دابا، الان المشروع بدا كيكبر في التصور ديالهم، لان كاس العالم غادي يدار ما بين مدريد حتى الدار البيضاء، لذلك هما بغاو الان قال لك هذا الربط، مادام حنا نديروا ذاك النفق يعني بحري غادي يربط القارتين ويربط المملكتين، بغينا يربط حتى العواصم، العاصمه المغربيه الرباط والعاصمه الاسبانيه مدريد، غادي يولي هذا هو الخط كامل ديال السفر من مدريد حتى الدار البيضاء. نشوفوا الخطب. وسيتم هذا الاتصال بين القارات عبر القطار فائق السرعه تي جي في، بغينا نديروا تي جي في من مدريد الخزيرات، الخزيرات يدوز في النفق تحت البحر، غادي يوصل لطنجة عنده محطة واحدة أخرى، من طنجة ديريكت للدار البيضاء راه كاين أصلا.
ولن يستمر أكثر من 5 ساعات ونصف بحسب موقع الماسا. 5 ساعات من مدريد يحصل الدار البيضاء. تخيل صعيبة تقطع قارة وتقطع مسافة قد الدوس في 5 ساعات، لأنه يكون قطار فائق السرعة. هذا هو الآن الدوسي اللي خدامين عليه، يعني ماشي فقط النفق، الآن باغيين يخدموا من مدريد حتى الدار البيضاء. منعطف جذري في مشروع النفق تحت الماء في مضيق جبل طارق الذي يولد الكثير من التوقعات، وكشفت مصادر في إسبانيا اطلع عليها موقع المساء المغربي أن هذا الربط القاري سيربط مدريد بالعاصمة الاقتصادية المغرب الدار البيضاء. وأضاف هذا المصدر التي تصف نسخته الرقمية بأنها شبه رسمية أن هذا الاتصال سيتم عبر سكك حديدية فائق سرعة الترين. يعني الطنوبيلات غالبا غادي يخليوها القضية ديال أنك تهبط في ذاك النفق بالسيارة، غادي يخليوها في الشطر الثاني. الشطر الأول والرئيسي اللي باغيين يوجدوه ل 2030 كأس العالم هو جوج ديال السكك حديدية، ترين غادي وترين جاي، غادي يمشي تحت البحر ويدوز لطنجة، ومن طنجة غادي يوقف يهز عاوتاني اللي بغى ينزل ينزل، اللي بغى يطلع يطلع، عاوتاني ديريكت للدار البيضاء. من اللي يكون راجع عاوتاني دار البيضاء طنجة، من طنجة الخزيرات يدوز تحت البحر، الخزيرات ديريكت لمدريد. كما كنشوفوا سيكون لهذا القطار 4 محطات، هي اللي وضحت لكم في كلا البلدين. المحطة الرئيسية غادي تكون في مدريد، تنطلق من مدريد، تاليها الخزيرات، من مدريد غادي تجي الخزيرات الى الجنوب بعد عبور النفق مضيق جبل طارق تحت البحر. بسرعة ستتوقف عند محطة طنجة، غادي يوقف عند طنجة نحو الدار البيضاء، صافي من تما ديريكت للدار البيضاء بالسرعة القصوى دون توقفات اخرى. ما غاديش تكون بزاف المحطات، غتكون كما قلت لكم مدريد، الخزيرات، خزيرات، طنجة، طنجة، للدار البيضاء. ويتزامن هذا التغيير الجذري مع الاستعدادات لبطولة 2030. لكن هذه اللجنة هذه اللي الان كتسهر على هذا الشيء قال لك النفق البحري او هذا الربط القاري من مدريد حتى للدار البيضاء مرورا بالنفق تحت البحر خصو يكون واجد في 2029. هذا هو الهدف ديالهم، 2029 خصو يكون كل شيء جاهز. كما كنشوف سيتم الانتهاء منه في عام 2029 قبل عام واحد من كأس العالم. يعني خص يبقى لهم داك العام ديال هذا، يعني بين 29 30 خص يكون كلشي واجد باش يديروا التجارب، باش هذا، باش مع دخول 2030 كلشي يكون واجد، كلشي غادي يكون واجد، الربط البحري، النفق غادي يكون واجد. وراك ديك الساعه ديال الجاليه المغربيه اشد ليا التران نعم سيدي من مدريد 5 ساعات انت في كازا، ديك الساعه علاش تهبط معك السياره وكذا، صافي تهبط تما كريها ولا الطاكسيات وكذا، من مدريد للدار البيضاء 5 ساعات في التران فائق السرعه، غادي يدوز فيك وسط البحر وكلشي، انت غادي منزه التران، غادي انت منزه في البحر، القرش والحوت كيدور حداك. الحمد لله هذه اخبار حقيقه مفرحه وزوينه. تم الاعلان عن التصميم الجديد للنفق تحت الماء الى جانب الجدول المشروع الذي يتوقع استكماله في عام 2029، اي قبل عام من انطلاق بطوله كاس العالم لكره القدم. حتى التمويل قال لك محمد، بالنسبه للتمويل قال لك الاتحاد الاوروبي صافي راه خرج الميزانيه لاهميته الاستراتيجيه للمغرب، كذلك على فضلا عن مختلف المؤسسات الدوليه التي اعربت عن اهتمامها بالمشاركه. والشركات الكبرى الان بغات تستثمر في المشروع هذا ديال هذا الربط القاري، شركات كبرى، الاتحاد الاوروبي موجد في الصحيحه، الدوله الاسبانيه موجوده، المغرب موجد، شركات من دول اخرى موجوده بغات تستثمر في هذا، لان عارفينو بان غادي يكون مشروع، يعني مشروع القرن، مشروع القرن غادي يكون. اخوان نكتفوا بهذا القدر، احبكم في الله، خليونا الاراء ديالكم. لك انت مازال ما درتيش لايك، دير لايك قبل ما تخرج، وما كنتيش مشترك اشترك، فعل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. كان معكم اخوكم مصطفى البارودي، الى اللقاء.